مرحبا برج الميزان حبايبي. برج الميزان أغلب اللي بتعرف عليهم بتكون صفاتهم كتير حلوة، واللي هم بس دبلوماسيين شوي، اللي هم برج الميزان عارفين بالضبط إيش المطلوب منهم، إيش لازم يعملوا دائما بالوقت المناسب والمكان المناسب. فيهم جاذبية مش طبيعية، إن كان يعني ما بعرف جنسيا او بالمظهر هم جذابين جدا، ولما تيجي تتعرف عليهم بتلاقيهم عن جد انه كمان مش فاضيين من جوا، يعني مش من الناس اللي بس جذابين من برا وتقرب منهم تلاقي انه فاضي ولا اشي. لا، برج الميزان من اعظم الابراج، مع انه اصدقائي مش كتار من هذا البرج، لكن برج الميزان كتير الورق حلو. برج الميزان حبايبي، بالفترة الماضية كان عندك في الشغل، خلينا نحكي أول شي عن العمل، الشغل، مع إنه برج الميزان بيهتم بالعاطفة والشغل في نفس المقدار وبالصحة، يعني هم عندهم توازن. اسمه الميزان، بيحب التوازن في كل شيء، ما بيحب انه يكون ناجح مثلا في العاطفة وفاشل في العمل، او انه هاي اقل من هاي، دائما بيحاولوا انهم يوصلوا لدرجة يكونوا راضيين عن حالهم من جميع النواحي، عمليا وعاطفيا وصحيا. كمان من الناس اللي بتهتم في اكلها وشربها، وبشربوا مي كتير منيح. هم برج الميزان بيحبوا دائما بيطلوا بهاي الكاريزما، هما كاريزماتيك كتير. برج الميزان، وهاي الصفات اللي أنا عم بحكي عنها رح تلعب دور كبير بالأشهر الجاي. برج الميزان عانيت كتير كتير من ظلم في الشهر الأول والشهر الثاني، بلش يخف بالشهر الثالث ورجع الشهر الرابع، نيسان رجع للظهور. لكن أنا ببشرك إنه هذا الأمر راح يعني ينقطع تماما ويتوقف تماما من حياتك العملية. الأشخاص اللي كانوا ضدك راح تنتصر عليهم عمليا وعلى الملأ، يعني رح يستحوا من حالهم انهم كيف كانوا يدبروا لك الامور ويحكوا عليك من وراك ويعملوا كذا وكذا وكذا، بس عشان انت سمعتك تخرب في الشغل. حيكون في نصر كبير لإلك من بعد شهرين من هلا. ما بقول انه الشهر الستة وسبعة مش اوكي، لا بالعكس راح تكون، بس راح تكون يعني انه التحسن تدريجي. متى راح تحس تماما بالنجاح الباهر والانتصار على هدول الاعداء؟ في شهر 8 اظن حتحس خلاص انه كل شيء انفضح، الاسرار، الامور اللي كانت ضدك، الحكي اللي كان ينحكى عليك كله انكشف انه كذب، والناس راح تتعاطف معك كتير في هاي الفترة. بس ما تكون مستعجل الامور، هذا بده شوي تروي لانه عم بيجي بالتدريج. فبوصيكم برج الميزان تضلكم بهذا القلب الكبير اللي بيوسع الكل، بتصبروا شوي لأنه حيكون في عندكم سعادة كبيرة ونصر، مش بس بالشغل كمان بالعاطفة والصحة. بطمنكم من ناحية الصحة، بس بدكم شوي تنتبهوا لموضوع ايش بسم يعني الظهر، انه ظهركم يمكن يوجعكم، ما بعرف، من كرسي الشغل، من كتر الشغل اللي بيكون عليكم. وعلى فكرة حيكون في ضغط شغل كبير بشهر 6، لكن النتائج حتشوفها بعد هيك، حتنبهر من النتائج وحتحس انه تعبك في الشغل ما راح سدى. من ناحية العاطفة، المتزوجين في كانت
مشاكل حتستمر. هاي أنا آسفة أنه بقول أنه حتستمر شوي هاي المشاكل أسبوع أسبوعين، لكن بعد هيك الطرف الآخر رح يوعى على حاله، رح يقول شو أنا شو عم بعمل، يعني أنه حأضيع برج الميزان من إيدي، يعني حيعمل كل شيء لحتى يرجع هاي العلاقة الحلوة اللي كانت بيناتكم. هذا بالنسبة للمتزوجين. بالنسبة للعزاب حبايبي، العزاب في خطبة، في ارتباط مبين عندي في الأوراق، في سعادة كبيرة، في زواج، في زفة، في ما بعرف زغريد هيك اشي، بموافقة الأهل طبعا. الشخص اللي حتتعرفوا عليه ما كنتوا تعرفوه من قبل، هو شخص حكيم كتير وشفاف مثلكم، شخص جذاب كتير، لبسه أنيق جدا، جميل من الخارج ومن الداخل. ما بدي أقولكم إنه يعني 100% هو صافي صافي او قلبه صافي، هو اول ما حيتعرف عليكم حيحاول انه يعني مجرد صداقة وكذا واطلع وانزل، بس حيلاقيكم هو وانتو الشخص المناسب اللي هو عم بيدور عليه لفترة طويلة. لذلك يعني بدي الحلوان يا برج الميزان، انا بدي حلوان ما إلي علاقة لانه في زواج. على فكرة برج الميزان من الناس اللي بيحبوا يعني بعد الزواج يكون في عيلة كبيرة، يكون في أولاد، ولدين، ثلاثة، أربعة، ما بعرف، بيكون في عيلة ويكون لما هم بيحبوا هاي الأجواء كتير كتير، ما بيحبوا يكونوا وحيدين أبدا. واللي كان معذبهم بالفترة الماضية إنه كانوا شبه وحيدين، مش وحيدين، كان في معك شخص أو اثنين في الشغل، لكن اللي زاد الطين بلة الفترة الماضية إنه كان في عندك كمان، يعني بالنسبة للعاطفة، بالنسبة للشغل، التنين يعني هي حتى الكروت فوق بعض، التنين كانوا مش أوكي بالنسبة إلك. وعلى فكرة أنت كنت شاكك في الشريك، شكك على فكرة مش مظبوط، هو مجرد كان في فتور بالعلاقة لكن ما كان جرح أبدا. هذا أنت بتهيأ لك، لأنه بين عندي بالآخر أنه في سعادة كبيرة، في شخص حلو حيظهر في حياتك، شخص نظيف كتير من جوا، مناسب لإلك، رزين، خلينا نقول برزانة برج الميزان. بس بدي اياك يا برج الميزان تتفائل شوي وما تستعجل الامور. انا بعرف انك صبور كتير على يعني نجاحاتك، انت من الناس اللي يعني بيطبخوا الطبخة وبيطولوا يعني بالطبخة علشان بالاخير تكون النتيجة كتير حلوة. وبحب هاي الصفة طبعا في برج الميزان، انه من الناس هم اللي بيشتغلوا كتير على هدفهم، ما همهم شهر شهرين ثلاثة، يشتغلوا على هدفهم بس حاطين في بالهم، يعني هم عندهم يقين انه هذا الاشي حينجح. وفعلا بالثلاث اشهر الجايين او الاربع اشهر خلينا نحكي، حيكون في انتصار كبير، حيكون في وفرة مالية كبيرة. الآن المادة ما حت يعني مش تمام، لكن أحسن من الأشهر الماضية، المادة عم تتحسن. الحب قلنا إنه بالنسبة للمتزوجين كان في شوية مشاكل، والحمد لله الأمور من حسن لأحسن، يعني الطرف الثاني ما كان يخون، حتى لو كان يحكي مع حدا فهو كان بس من نوع ما بعرف إنه غلطة، هم حاسين حالهم غلطانين. بالنسبة للعزاب في سعادة كبيرة كمان، وفي تجمهر للأهل والحبايب والأصحاب، فهو وكمان برج الميزان من الناس اللي بنشروا الفرحة،
يعني ما بحبوا يكونوا هم مبسوطين لحالهم، لما انا اكون مبسوط لا لازم كل اللي حوالي يكونوا مبسوطين، ولازم اذا انا كان معي فلوس لازم كل اللي حوالي كمان يصير معاهم فلوس واساعدهم، فهذا اشي كتير حلو بالميزان. ليش؟ لانه شخصيته مبنية على التوازن والتكافؤ، بحب الامور دائما تروح بمجراها الصحيح، هو انسان مستقيم. وانا كتير ببارك لك على الفترة الجاي اللي كتير حلوة، وجود لك لبرج الميزان.